وافق البرلمان الأوروبي إعطاء ميزات جديدة للسلع الأوكرانية، حيث وافق على هذا القرار 566 نائبا، فيما صوت 96 آخرا ضد القرار. وفقا للقرار، فإن حصص السلع الأوكرانية والتي من بينها الطماطم والقمح والذرة والعسل ستزيد في السوق الأوروبية. هذه الميزات سيتم العمل بها على مدار 3 أعوام القادمة في إطار تعميم اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. وتنتظر أوكرانيا أن يتم العمل بهذه الاتفاقية بداية من فصل الخريف.